ومعنا الآن من القاهرة دكتورة زينب السعيد، الكاتبة والباحثة السياسية السودانية. مرحبا بك معنا دكتورة زينب. الهجمات المروعة حقيقة للمدنيين دكتورة زينب كانت هي السمة المفزعة لهذا الصراع. نتحدث عن عمليات قتل عشوائي، انتشار لحالات العنف الجنسي والبدني، وتفشي الجوع. ما هي الأرقام الأخيرة ضمن متابعاتك والتي يجب على المجتمع الدولي أن يقف عندها بعد مرور عام على الأزمة الآن؟ أهلا وسهلا بك أستاذة داليا وبكل المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. ما يحدث في السودان أمر غاية 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 في الألم وغاية في الأوجاع. يعني ما يحدث في السودان الآن يحتاج فعلا لتفعيل بنود اتفاقية جدة لإخراج الميليشيا الغاشمة من الأعيان المدنية، حتى يعاد استقرار اللاجئين السودانيين في كل دول الجوار وكل دول العالم. نحن الآن نعاني معاناة بالغة في وصول المساعدات الإنسانية، في التقتيل، في التلوث البيئي من الجثث المرمية في الشوارع. الأوضاع غاية في المأساوية وغاية في الظلامية، ولكن ليس بالأمر حيلة، يعني ليس في اليد حيلة إلا أن تستجيب الميليشيا الغاشمة الغادرة لما مخرجات جدة التي رفضت تنفيذها منذ شهر الأول، منذ أكثر من 11 شهر، اللي هي الخروج من الأعيان المدنية. ونحن الآن نعاني من حرب مدينة، من حرب مدن، الحرب داخل المدن، لأن الميليشيا استوطنت داخل الأعيان المدنية، استوطنت داخل بيوت المواطنين، وأصبحت المسألة غاية في الصعوبة. ضمن متابعاتنا دكتورة زينب، هناك 90% من السودانيين محاصرين في مناطق يتعذر حقيقة على الوكالات الإنسانية الوصول إليها إلى حد كبير حتى لإنقاذ وتوزيع المساعدات. ما هي تلك المناطق؟ المناطق منها الطينة، منها الفاشر، منها ولايات دارفور، منها المناطق الحدودية مع تشاد، مع أفريقيا الوسطى وغيرها، وهي بالمناسبة مناطق سيطرة الدعم السريع. الدعم السريع أخذ الإغاثة من الأمم المتحدة ونهب أكثر من 237 عربية إغاثة شاحنة مليئة بالإغاثة والأدوية، فالأطفال يموتون بكميات كبيرة جدا في المعسكرات اللاجئين، لأنه لا يوجد لهم دواء ولا علاج، إضافة للبيئة المتردية، إضافة لعدم التغذية، يموتون من سوء التغذية في معسكرات كتم، في معسكرات أم جرس، في معسكرات الطينة، في معسكرات الفاشر. والميليشيا الغادرة حتى يعني اليوم أعلنت الولايات المتحدة إنها تخصص 100 مليون دولار للسودان لمواجهة الأزمة، ودعت سامانتا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية إنه الأموال للمساعدات الغذائية الطارئة ومساعدات الضروريات. كان من الأحرى أن يتم تحذير الميليشيا ويتم وقفها حتى لا تعرقل وصول هذه الإغاثة للمحتاجين، ولا يمكن الالتفاف حول هذا الموضوع، لأنه أكيد أن الميليشيا هذه تحت سيطرة ميليشيا الدعم، فكل الخيم أو المعسكرات بتاعت اللاجئين تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع التي تنهب وتقطع الطريق أمام كافة. هل تسجل حالات نهب وتوثق لقوافل المساعدات؟ طبعاً، والأمم المتحدة أظهرت ذلك في فيديو مشهور، وأظهرت الميليشيا كيف كانت تنهب هذه الإغاثات، وكل المجتمع السوداني وكل المجتمع المراقب السياسي وكل المجتمع الدولي يعلم ذلك تمام العلم، لأنه المناطق التي تحتاج للإغاثة هي أكثر المناطق المتضررة والمناطق التي يعني توجد بها ميليشيا الدعم السريع. اليوم في مؤتمر دولي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس دكتورة زينب، حول الأوضاع الحالية الإنسانية والكارثية في السودان، الوزراء الأوروبيين يتحدثون بألا يصبح ملف السودان ملفا منسيا. ما هي تقديراتكم لهذا المؤتمر، خاصة وأنه لم يتم دعوة طرفي النزاع؟ يعني أي مبادرة يمكن أن تنتظر من مؤتمر باريس بدون حضور طرفي النزاع أصلا؟ والله هذا شيء مضحك للغاية، وهذا شيء يدعو للدهشة كما قال سفيرنا خالد فرح. كيف أن تناقش مسألة توصيل إغاثة، وكيف تناقش مسائل إنسانية يختص بها السودان، ولا تدعو الجهات الشرعية
الموجودة والمعنية بهذا الأمر، كيف تدعو كتلة ديمقراطية مثلا، وكيف تدعو تنسيقية تقدم ومجموعات وطنية لا شأن لها حتى بالسودان ولا توجد ولا موجودة في السودان. من يعني هي الأطراف التي تم دعوتها إذن دكتورة زينب؟ تمت دعوة الكتلة الديمقراطية، فيها السيدة المرغني، تمت تنسيقية تقدم فيها 60 شخص، منهم وزير السيد رئيس الوزراء السابق المستقيل عبد الله حمدوك، وهم بالمناسبة الجناح الحاضنة السياسية لميليشيا الدعم السريع. ففرنسا تلتف لتحتال في هذا الوضع على الوضع في السودان الذي لا يخفى على أحد، لا أحد سياسي ولا أحد ولا الحكومة الشرعية. أنت لا يمكن أن تفعل شيء في دولة دون حتى أن تخطر يعني دي الخارجية الفرنسية وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بلجيكا وبروكسل هي التي دعت لهذا المؤتمر. طيب حتى نفهم الذي أكثر، لا يقدم يعني ولا يؤخر فيه شيء. من خلال متابعاتك ومعلوماتك، هل تمت الدعوة لطرفي النزاع ولم يتم تلبية الدعوة أو لا؟ أبدا لم يتم دعوة. نحن لسنا معنيين بطرف، نحن لا نقول حتى الميليشيا أنها طرف نزاع، إنما نقول هي الباغي وهي المعتدي، وهي الميليشيا الباغية التي فعلت بالسودان ما فعلت ما لم يخفى على أحد في العالم. ولكن نتحدث عن أنها تجاهلت الحكومة السودانية اللي هي معنية في المقام الأول بتوصيل المساعدات، المعنية في المقام الأول، ثم أنه تريد أن توصل حتى هذه المساعدات. تحدثوا قبل كده في مؤتمر المانحين، أين المخرجات مؤتمر المانحين؟ أين مخرجات مؤتمر إعفاء ديون فرنسا لدى السودان؟ كلها يعني أشياء لا تخفى علينا نحن كمراقبين للوضع، إنه هذا التفاف حول وضع القوة الوطنية المرفوضة تماما من السودان ووضعها والجناح هي الجناح الحاضنة السياسية لميليشيا الدعم السريع لأشياء في نفس يعقوب، لأنها هي فرنسا عندها مصالح في تشاد وتريد أن توصل المساعدات بتشاد، وهي لا تريد أن توصل المساعدات، إنما تريد أن توصل سلاح وتشوين لميليشيا الدعم السريع. طيب الأزمة الآن بعد مرور عام عليها تحتاج إلى حلول سياسية مستدامة دكتورة زينب لوقف القتال، أي مبادرات سياسية يمكن أن يعول عليها أو يبنى عليها الآن؟ توجد كثير من المبادرات السياسية والمبادرات الوطنية والمبادرات الشعبية للم الشمل ولوقف الحرب، ولكن لابد أن يفهم المجتمع الدولي والمجتمع السياسي كله إنه هذه الأشياء لا يمكن أن تتم ما لم يعني يخضع الدعم السريع لما حدث في مؤتمر أو في مفاوضات جدة 23، وهي الخروج من الأعيان المدنية، وهي وقف الاقتتال، وقف الاحتراب، لأنه الحكومة السودانية في وضع دفاع وليس في وضع هجوم. الحكومة السودانية تدافع عن وجود وعن كرامة أمة وعن كرامة دولة وعن كرامة حق مواطنة بعد التهجير القسري والقتل والاغتصاب الذي حدث من ميليشيا الدعم السريع. أشكرك جزيلا دكتورة زينب السعيد الكاتبة والباحثة السياسية السودانية.